ألذ تتبيلة للسمك المقلي أو المشوي أيا كان نوعه. متأكدة لو جربتوا الطريقة دي هتعجبكم جدا وهترجعوا لها كتير في كل وصفات السمك بتاعتكم. هنجهز بقى التتبيلة بتاعتنا، هنحتاج راس توم، ربع عزمة بقدونس بس الورق فقط، واحد فلفل رومي أخضر وممكن ميكس ما بين الأخضر والأحمر، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، وهنحتاج عصير 3 ليمونات كبار أو 5 ليمونات صغيرين، وهنضرب كل الحاجات دي بقى مع بعضها في الخلاط. أنا مستخدمة في الوصفة دي سمك بولتي مجمد فيليه، ممكن تجيبوه طبعا فريش او اي سمك عندكم ينفع. التتبيله دي تنفع لاي نوع سمك سواء كان مقلي او حتى مشوي. حطيت التتبيله بتاعتي على السمك وانا ما ضربتهاش لحد لما بقت عصير، يعني انا سايبه فيها كتل كده اهوت. هنغلفه كده بالتتبيله ونسيبه يعني شويه يتبل، ممكن من قبلها بيوم، ودي عادي جدا من غير اي حاجه. وهنغلف السمك بس اهم حاجه نغلفه ونبدره بالدقيق قبل القلي مباشره. نغلفه ونبدره بالدقيق وننزله في الزيت على طول، ما تسيبهوش على جنب ولا تغلفوه بالدقيق وتسيبوه شويه وبعد كده ترجعوا تقلوه على طول قبل القلي. زيت مش غزير، زيت عادي ولكن سخن على نار متوسطه، وببتدي اقلب في السمك بتاعي كده كل شويه، يعني اشمعه واقلبه على ناحيتين، ما احمرهوش مره واحده من ناحيه واحده. شايفين مقرمش ازاي؟ لونه ذهبي ومقرمش، وابسط طريقه واسهل طريقه من غير اي افتكاسات ولا حاجات غريبه. هعمل لكم بقى السلطه اللي انا بعملها معاه في فيديو لوحده، وهعمل لكم كمان طريقه الرز الصياديه برده في فيديو لوحده. التتبيله دي هي التتبيله المعتمده عندي للسمك، احلى من بتاع المطاعم بكتير.